على وقع تصفيق الحضور دخلنا الفتيات الصغيرات مكللن بالحجاب الذي يحمل عنوانا مختلفا إذا ما كان المكان مدينة فوزي والسو في البرازيل. لم تمنع المسؤولية الجديدة للبراءة أن تتحدث تعبيرا عن المشاعر في هذه اللحظات الخاصة. شو اسمك عمو؟ فاطمة. ليه تحجبت يا عمو؟ عشان أنا بحبك كتير وعشان الله بط. شو إحساسك اليوم؟ شو حاسة؟ مبسوطة. شو بتقولي للماما وللبابا هلأ؟ شو أنا كتير مبسوطة عشان رح أتحجب. شو اسمك عمو؟ زينب. زينب شو؟ محمد حجاز. شو إحساسك؟ شو حاسة هلأ؟ لأنه أنا مبسوطة. شو بتقولي للماما هلأ؟ أنا بحبك كتير وهي. شو اسمك عمو؟ لينا على حجازي. شو إحساسك؟ شو حاسة هلأ أنت ومحجبة لأول مرة؟ ضحك كتير عشان رح تحجب وعلا أنا لنحن نتحجب. كتير مبسوطة. إيه. طيب شو بتقولي للماما هلأ بهيدا المظهر أنتو محجب؟ شو شكرا عشان تركوا أنا ألبس الشران وأنا بحبهم كتير. شو اسمك عمو؟ فاطمة. فاطمة شو؟ حجازي. شو إحساسك؟ شو حاسة هلأ فاطمة؟ مبسوطة. شو بتقولي للماما والبابا؟ بحبهم كل سنة وهن بخير. اوكي الاسم؟ زهراء محسن يوسف. شو إحساسك زهراء هلأ؟ مبسوطة كتير ومبسوطة انه تحجبت. شو بتقولي للماما والبابا بهذا اليوم؟ بحبهم كتير وكل عام وانت بخير. شو اسمك عمو؟ عبير اشرف دايخ. شو احساسك عبير؟ مبسوطة. شو بتقولي للماما والبابا؟ كل عام انت بخير كل سنة بتخير. اسراء عبدالله زهوي. شو احساسك اسراء؟ انه كتير مبسوطة انه عم بتكلف وعم بتحجب. شو يعني تتكلف وتتحجب؟ انه الله عم يطلبنا شغلة الصح ونحن عم نعمله. طيب شو بتقولي للماما والبابا بهيدا اليوم؟ انه كتير مبسوطة وكمان هني فرحانين انه انا عم بتكلف وعم بتحجب. الحفل الذي حضره حوالي 300 شخص افتتح بقراءة القرآن الكريم. ومن ثم كلمة لمدير المدرسة اللبنانية البرازيلية أحمد مطر. ومن هنا أدعو أهلنا الكرام للتمسك بدور المدرسة الاغترابية ودعمها وعدم الانزلاق خلف الطروحات المقنعة التي يطلقها البعض وعدم النزول عند رغبة الأبناء الذين يسعون للتفلت من رقابة المدرسة العربية للانجرار خلف أهوائهم الطائشة التي لا يدركون كنه مخاطرها اليوم. مسرحية تحاكي الطفولة والحجاب قدمها طلاب المدرسة اللبنانية البرازيلية. مهنئا الفتيات بحجابهن انتقد إمام الجمعية الخيرية الإسلامية الشيخ محمد خليل من يعتبر التزام الفتيات بهذه الشعيرة مع صغر سنهن مبالغة يجب تجنبها. واليوم نحن نهنئ هؤلاء الفتيات الصبيات بشعيرة حكم أرادوا أن يحيوه بأنفسهم وهو العفة وهو الصوم وهو الحياء وهو هذا الحجاب الذي وضع على رأسهم.
وأنا بفرض كمان إنه كمان في نوع من الراديكال بإنه بس نعلم بناتنا رقص، بس نعلم بناتنا كيف يبوسوا، بس نعلم بناتنا كيف ينومروا، كمان نوع من الإجبار للبنات وللصبيان، نخلقهم جو نحن بنعتبره فاسد، فاسد على المستوى إنه بعد مش وقته، في كل شيء له وقته، كما هن بيعتبروا إنه لا، أنا بقول إنه أي عائلة مسلمة بدها تحجب بنتها عم تحجبها لأنه هي معتقدة إنه هذا الطريق الذي سلكته الصالحات والذي سلكته النظيفات والذي سلكته المقدسات عبر التاريخ. تأثر شديد وأحاسيس جياشة أبرز ما ميز كلمات الآباء والأمهات. يعني شو شعور دين وإسلام تكمل دينا، وبنتمنى نحن بغربة إنه يكون كل الأمهات على هالطريق ويكمل معها، يعني تكمل طول دربها بالإسلام والدين. حضرتك شجعتيها على هذا الموضوع ولا هي منا لحالها؟ طبعا بي أو أنا كنا يعني دافعين على هالشي، بس هي كمان حابة كتير، وبنتي ما عملت 9 سنين. بتعتبري انت انه هون بالجالية العربية بالبرازيل الاكترية بتكلفوا بهيدا الوقت ولا اقلية هن؟ هلا بالوقت الحاضر عم بيصير احسن من الاول وشغلة كتير منيحة، بس بعدها قليلة. بتعتقد انه بنتك مع مرور الوقت قد يعني تزهق من الموضوع؟ ان شاء الله لا حاج علي، ان شاء الله بتكمل هيك وبكملوا اخواتها على طريقة. احساس كل بي بتمناه لبنته عندما بتكبر وبتبلغ البلوغ التكليف الشرعي، وبتمنى اللحظة انه تلبس الحجاب، وبلاقي انه هي مبسوطة بهالشي كمان، وغير انه انا بتمنى هالشي انه هي كمان طالبة هالشي. كتير مبسوطة، يعني احساس لا يوصف. حضرتك شجعتيها على الحجاب؟ يعني انا شجعتها، وبنفس الوقت هي كان عندها الرغبة بهالشي. مبروك لألكم. والله إحساس عن جد كتير حلو، يعني قد ما فيك توصفه، يعني إنه بنت بهالعمر تتحجب وبلاد غربي يعني، وإن شاء الله كل البنات يا ربي. يعني مش عارف نوصف إحساسي كيف شكله، إنه اليوم بطلع بنتي هيك تكليف شرعي صار عندها، اليوم بحس بي مش عارف أوصف إحساسي كيف بدي أعبره، يعني بس إنه اليوم إنه بحس حالي إنه عملت شيء بالحياة، قدمت ثمرة من زهر لزهراء. يعني بتعتبر اليوم حضرتك كبي وبنتك خلقانة بالبرازيل ولا؟ أنا بعتبر حالي إنه عملت إنه حفظت على ديني هلا وكملت رسالتي بالحياة، إنه بنتي التزمت بدينها وسلمتها حجابها، واليوم الله يبارك فيها إن شاء الله، والله مش عارف بدي أعبر، مش عارف مش بعبرك يعني. يس. حضرتك انت شجعت على هذا الموضوع والله هي منا لحالها. لا اكيد اما اشتغلت كثير على الموضوع، ونحن حكينا معها كثير بقصة الحجاب والمحجاب، فعملنا نحن اول شيء مثل بيقولوا البازي اول شيء، وهي كمان كثير متشجعة. اما المشرفة على تكليف الفتيات السيدة قمر اسماعيل كان لها رسالتها الخاصة. انا كثير اليوم كنت مبسوطة بتكليف البنات، وبصراحة بقول لك انه انا تمنيت أكيد أنه يكون عندي أنا بنت لحتى أنه تتكلف مثل ما تكلف الصبايا، بس للأسف أنا ما عندي بنات. أكيد لا. شو اللي بتستعملوا؟ شو الوسائل اللي بتستعملوها لحتى البنات تحتنها بالحجاب؟ بسطونوا الأمور، بحببوهن، مجرد قصة، مجرد قصة عن نبي، قصة زينب، سيدة زينب عليها السلام، قصة فاطمة الزهراء كمان عليها السلام، أنه هي كيف كانت، بما أنه كان بيا ينادي لها بنت أبيها. أن تكون برازيلية محجبة هي إضافة على القيم البرازيلية التي تتبنى وتحترم العقائد والممارسات. تلك هي رسالة الأطفال اللواتي تحجبن وتوجن طفولتهن بالعفة والستر، وتلك هي رسالة الجالية العربية والإسلامية التي أضافت قيمة أخرى إلى القيم الجميلة للمجتمع البرازيلي.